مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أمطار رعدية غزيرة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وأيضا تستمر هطول الأمطار في هذه المناطق، أي المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، خلال الأيام القادمة. وبشكل عام الطقس حار في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن هطول الأمطار. نلاحظ أن هناك زخات رعدية من المطر ستكون في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، في منطقة جازان وأبها ونجران وكذلك الباحة، وقد تكون أحيانا غزيرة، وأيضا قد تكون في بعض المناطق الجنوبية من المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: أجواء حارة نسبيا إلى حارة في الرياض، الصغرى المتوقعة 35 درجة مئوية. والأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة: يوم الاثنين أجواء حارة، الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 45، وأجواء حارة نسبيا إلى حارة أثناء الليل، والصغرى المتوقعة 34 درجة مئوية. أي الثلاثاء والأربعاء أيضا أجواء حارة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. العظمى المتوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء في الرياض 43 درجة مئوية، والأجواء حارة نسبيا إلى حارة أثناء الليل مع درجة حرارة صغرى يوم الثلاثاء 33 درجة مئوية، ويوم الأربعاء 32 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة: سكاكا 42-30، تبوك 40-27، عرعر 41-28 مع أجواء حارة، والمنطقة الغربية أجواء حارة: المدينة المنورة 41-32، جدة 37-34، مكة المكرمة 39-33، والطائف أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر 33-24 درجة مئوية. والمناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، الباحة 26-20، أبها 28-18، وجازان 35-31 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء حارة في الدمام 43-33، وحفر الباطن أجواء شديدة الحرارة 45-31، والإحساء أجواء شديدة الحرارة 47-33 درجة مئوية. ومنطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة، حائل 42-26، بريدة 46-32، والرياض 45-34 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله مع أجمل تحياتي وتحيات طقس العرب لكم جميعا.